ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشني كتير قوي، ما بالك فتره طويله ما بعملش فيديوهات عشان النطره بتنطر والدنيا ساقعه. ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه واحسن حال. فوجئت النهارده لقيت الباب بيخبط وانا ما بفتحش الباب لحد زي ما انتوا عارفين وانا بقول لكم، فكنت صاحيه من النوم فقلت طبعا الصبح يعني خليني اقوم افتح الباب اشوف في ايه، خبطة بسيطة كده. ففوجئت بصيت من الشباك الاول ما لقيتش حد، رحت قلت خلاص مفيش حد مفيش حد، فقلت ايه طب خليني افتح الباب. رحت فتحت الباب ببص لقيت قدام الباب المفاجأة دي، لقيت دوت محطوط قدام جنب الباب يعني كده، فاخدته ودخلت لقيت مكتوب عليه ايه اسمي، الاسم بتاعي والعنوان. مين جايبهولي؟ ده هدية. مين جايبهولي؟ مش عارفة لحد دلوقتي مين جايبهولي. وانا فتحته عشان اعرف هو فيه ايه، فهورهولكوا دلوقتي ويلا بينا ايه نشوفه سوا. فتحته عشان اشوف فيه ايه وهنفتحه سوا ونشوف فيه ايه. لقيت فيه الرصيد دوت اهو، المشتريات يعني دوت سعر الحاجة اللي في قلب الصندوق، اسعار الاسعار. الرصيد دوت ب57 دولار والرصيد التاني ب11 دولار. لقيت الرصيدين دول محطوطين فيه اهو بس برضو مش مبين حاجة، فطبعا عرفتوا انتوا بقى ايه الحاجات دي جايه منين، من المحل. عرفتوا طبعا انتوا الحاجات دي جايه منين، من اجمل محل. الحاجات دي المحل دوت جميل جدا وانا بحبه وبحب الحاجات بتاعته، وربنا يجبر بخاطر اللي بعت لي الهديه الجميله دي، والف الف مليون شكر. دي طبعا ريحة، وده الكريم بتاعها، ده كده طقم. الحاجات دي بتبقى ريحتها جميلة وبتبقى حلوة، وده برضو دي الريحة ودي الكريم بتاعها. يبقى دي كده ايه، يبقى كده طقمين. وده ده البادي ووشن اللي ده بتستحمي بيه في يعني ده بتستحمي بيه بدل الصابون او بدل الصابون السائل او الصابون ابو ريحه. وده الكريم ودي الريحه، دول كده طقم مع بعض الثلاث حتت، مع ده معمول بالريحان، ودول كانوا معمولين بانواع من انواع الورد. طبعا انا ما اعرفش انواع الورد عشان اقول لكم عليها، الحاجه اللي اعرفها اقولها لكم والحاجه اللي مش هعرفها مش هقولها. ودوت برده طقم تاني، ده برده الريحه. هو على فكره المحل بيبقى عامل او دوت اللوشن وده الكريم، المحل بيبقى عامل خصم من يوم 26/12 ليوم 19/1، بيبقى عامل خصم على الحاجات كام، بيبقى عامل من 50 ل75% الخصم اللي هو بيبقى عامله. لو حد حابب يشتري ده في قلب امريكا، معرفش بقى بره امريكا بيبقى عامل ولا لا. لو حد حابب يشتري، يعني الخصم موجود لحد يوم 19/1. ده برضو الكريم وده ده البادي، بادي لوشن اللي بتاع الحمام، ودي الريحه بتاعته. هو الورد ما فيهوش بقى البادي لوشن بتاعه، ودي لوحدها ما فيهاش اي حاجه،
ما فيهاش يعني اطقم ولا اي حاجه. انا ما شميتهمش طبعا، والله ريحتهم جميله جدا. ما شميتش يعني الروائح دي والانواع دي، انا ما استخدمتهاش قبل كده، كنت بستخدم اللي هي اسمها ايه، بيوتفول داي. بيوتفول داي دي جميله جدا، انا بحبها، اوريها لكم دلوقتي لما اوريكم اللي في الصندوق. ودي ريق معطر بتحطيه في الحمام، ده معطر بتحطيه في الحمام، مش عارفه برضه هو مرسوم عليه ايه ولا بريحه ايه. اهو دي بتطلعيها، وفي حاجه كده بتحطيها زي في الفيشه، زي فيشه، وبتروحي مدخله فيها الازازه كلها، وهي بقى لما بتسخن بتطلع الروائح. والصندوق مش مكتوب بقى جاي منين ولا اي حاجه. اهو الصندوق اهو فاضي اهو، مفهوش اي حاجه. مش مكتوب اي حاجه الا زي ما قلت لكم، اهي الاسم بتاعي والعنوان. طبعا هو الاسم هو مقطوع، معرفش بقى واضح ولا مش واضح، مش مهم حتى يوضح علشان العنوان وكده. وادي الصندوق اهو فاضي مفهوش اي حاجه، هوريكم بيوتفول داي اللي انا بحبها. اهي دي بيوتفول داي، اهي هي دي اللي انا بحبها. بصوا حتى الواناتها جميله، لما بلاقيها بشتري منها كذا واحده عشان سواء ما بلاقيهاش. هي الريحه بتاعتها، الريحه بتاعتها مقلبه لبرفان اسمه وايت دامانو. البرفان ده فرنساوي، فعشان كده انا بحب النوعين دول. ديت اللي انا بحبها، وده كريم، ده كريم برضو كان ليه طقم، بس ايه خلص الكريم، هو اللي بيقعد وقت اطول. برضو ريحته جميله قوي، كل الحاجه بتاعت المحل بتبقى ريحتها جميله. وديت برضو برفان فرنساوي، برضو جايباه من عندهم من فتره، لما بيعمل سيل بحب اروح له. بقالي سنتين من ساعه كورونا، دي تالت سنه ما رحتلوش وما اشتريتش اي حاجه. ودول دول برضو طقم مع بعضه، بس ما فيهوش الريحه. دول الحاجه القديمه اللي كانت عندي بقالي تلات سنين من ساعة ما كورونا، من ساعتها ما روحتش، كنت بروح كل سنة وبشتري. السنة دي انا ما روحتش خالص، فربنا كرمني من عنده وجات لي الحاجات دي هدية، ما عدا دول الحاجات اللي انا حطاها على جنب. دي بتوعي انا اللي انا يعني اللي كنت جايباهم وبستخدمهم. بس زي ما قلت لكم الحاجات دي كلها هدية. بحب اشكر اللي اي حد بعت لي الهدية ديت، وانا لما اعرف مين هقول لكم ان شاء الله. ودي اللي هي الحاجات اللي في الوش دي، اللي تحت اللي في وشنا دي، هي دي الهدية. الحاجات اللي على جنب دي الحاجة بتاعتي انا اللي انا مستخدماها. الف الف مليون شكر، ويا رب كده يسعدكم زي ما اسعدتوني بالهديه الجميله دي. مفاجاه كانت حلوه قوي قوي قوي، بس انا طبعا ما صورتش الفيديو في ساعتها، كنت متردده اصوره ما صوروش، وبعدين صورته في نفس اليوم بس اخر النهار، فعشان كده الصبح لما خدت الحاجه كنت فرحانه بيها جدا جدا، ودلوقتي برضو فرحانه وسعيده، بس محتاره مين اللي بعت لي الهديه ديت، عاوزه اعرف مين. والف الف مليون شكر، وما تحرمش مين اللي بعت الهديه، ويا رب ربنا يجبر بخاطركم زي ما اجبرتوا بخاطري. ومتشكره جدا جدا جدا، وحاجات جميله واسعدتني، ومش عارفه اقول لكم ايه اكتر من كده. طبعا الحاجه ايه زي ما قلت لكم، دي كلها هدايا جميله. هوريكم انا ايه اللي هي من هنا من قدام، ادي اللي هي ريحه الورد، ريحتها جميله قوي. هوريكم ايه الروايح يعني.
وادي النوع التاني اهو، نوعها برضو حلو. انا شميتهم كلهم. دول بيبقى ايه، كل واحده معاها الطقم بتاعهم، بيبقوا يعتبروا 3 قطع. وادي دي اللي بالريحان، دي برضو ريحتها حلوه قوي. ودي برضو جميله، انا بوريها لكم على قرب علشان ما اعرفش بقى اول مره كان الفيديو كان واضح ولا ما كانش واضح، مش عارفه. انا كنت جايبه قبل كده بالتين، كانت برضو جميله، كنت جايباها من حوالي 4 سنين. وادي دي لوحدها مفيش معاها طقم تاني، يعني بقيه الطقم مش موجود. ودي بتاعت الحمام اللي هي بتعطر الحمام زي ما قلت لكم. ودي بيوتفول داي اللي قلت لكم عليها، اللي انا بحب النوع دوت. وده اهي برضو، دي فرنساوي برضو ريحتها جميله. وده كان فيه ورد ياباني كريم، والطقم يعني كان ورد ياباني كان جميل قوي، كنت اول مره كنت اعرف المحل ده اشتريته. ودي الكريم، الحاجات اللي هي الاخيره دي اللي هي بيوتيفول داي والحاجات دي بتاعتي انا من الاول بس. واقول لكم ايه، الف الف مليون شكر، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. باي باي. طبعا احنا عندنا نطرة بقالنا أسبوع، والحاجات دي بقى ايه، خلتني نسيت النطرة ونسيت كل حاجة. يا رب يا رب يجبر بخاطركم للي جابها لي، وألف ألف مليون شكر للهدية الجميلة دي. ومش عارفة أقول لكم ايه، والله أنا سعيدة جدا 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 لل، ربنا يجبر بخاطر كل اللي بيجبر بخاطر حد. ودي انا هعتبرها هدية عيد ميلادي، عشان عيد ميلادي كان الشهر اللي فات شهر 12. متشكرة جدا جدا جدا. والله والله مش لاقي كلام اقوله. الف الف مليون شكر للهدية الجميلة دي.